هيكون معانا الكابتن اشرف فتاح رئيس جهاز تنس الطاوله في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا كابتن. ايه الاخبار؟ الدنيا عندكم ايه؟ الجو حر زي هنا يا كابتن ولا الدنيا لطيفه شويه؟ لا احسن شويه، الجو احسن كده. لا ده الاردن في الشتاء بتبقى ساقعه قوي، خلي بالك، فاكيد في الصيف بتبقى هاديه شويه. في الشتاء صعب جداً تلج. جدا جدا جدا. تلج، انا كنت بقول لحضرتك كنت بتلج. ارحم من مصر. والله العظيم، بس يعني الاردن اشقائنا وحبايبنا واكيد طبعا بلدنا التاني. طبعا حبايبنا. طبعا كابتن. طيب قول لي بقى، نمسك طبعاً الاول حبيبنا. طبعا هنمسك السيدات، سكتنا شكلها ايه يا كابتن؟ السيدات احنا وقعنا في مجموعه فيها اربع فرق، لعبنا ثلاث ماتشات، كسبنا ماتشين 3-0 وماتش 3-1. طيب سكتنا ايه يا كابتن في قبل النهائي؟ هل ظهرت المجموعه الثانيه ولا لسه؟ لا لسه لغايه دلوقتي ما ظهرتش لسه. بس حضرتك متوقع مين ولا مفيش توقعات برضه؟ احتمال كبير، احتمال كبير نلعب مع فرقه قطر. ايه ده، قطر هتاخد هناك تاني؟ طب ازاي؟ يعني فرقه قطر هتاخد تاني؟ هتاخد تاني مجموعه. لان يعني في فرقه من البحرين جايبه معاها لعيبه محترفه اقوى من بتاعت قطر. عشان برضه لسه الكلام ده غير مؤكد، يعني لازم اما الماتش الاخير بتاع المجموعه اللي هناك يخلص يبقى هو ده الكلام المؤكد. اكيد هنتابعكم. ده اللي احنا بنتوقعه يعني. طب تمام، اكيد هنتابعكم يا رب ان شاء الله يا رب يا كابتن، ترجعوا لنا بكاس البطوله. طب الرجال اخبارهم ايه يا كابتن؟ يعني احنا الرجال تصدرنا المجموعه يا كابتن صح؟ الرجال احنا كسبنا كل ماتشاتنا، اخر ماتش لسه لاعبينه من ساعه كده، التضامن الكويتي، كسبنا كل ماتشاتنا الحمد لله 3-0. والصبح محمد الزهري كسب محترف الهولندي اللي كان بيلعب مع فرقه باشمارك. تمام. طب يا كابتن سكتنا شكلها ايه برضو في الرجال؟ ليك توقعات ولا لسه ما بانش برضو الناحيه الثانيه فيها ايه؟ بكره في، لا بكره الساعه 1:15 ان شاء الله في قرعه بتاع الدور الثمانيه. اوائل المجموعات بيترمي عليهم ثواني المجموعات. طبعا المعدل الثاني بتاع المجموعه بتاعتنا. يعني بكره هيبقى في قرعه، يعني دور الثمانيه هيبقى قرعه. وبرضه لسه لغايه دلوقتي ما تحددش مين الثواني، لان في ماتش بكره هيتلعب الساعه 11:30 يتحدد منه ثاني مجموعه. طب دور أنا مثلا دلوقتي اتفضل. دور الثمانيه هيبقى امتى توقيته يا كابتن بالتقريب؟ دور الثمانيه هيبقى ماتش واحد، هيبقى معاده يوم الجمعه الساعه 7:15. الجمعة 7:15 والقرعة بكرة مساء. القرعة بكرة الساعة 1:15 إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن. طيب وبالنسبة للسيدات برضو يعني الدور الثاني ده أو قبل النهائي مفيش دور ثمانية بقى بيتهيألي في السيدات؟ هو السيدات في تعديل في الجدول بتاع السيدات لغاية دلوقتي لسه ما وصلنيش، مكتوب مطبوع يعني، إنما عرفت إن هي البطولة هتخلص يوم بدري. يعني البطوله كان معمول حسابها ان هم من البدايه هيخلصوها يوم 22، هو دلوقتي في كلام ان هم يخلصوها يوم 21 بالليل. طب التعديل ده كان سببه ايه يا كابتن؟ هل الفرق كان من البدايه اعتذرت ولا كان سببه ايه؟ التعديل ان عدد الفرق اللي كانت المفروض قالت ان بعد الموافقات ان هي هتيجي ما جاتش، فده قلل عدد الفرق. فعدد الفرق قليل بقى، تسعه توزعوا على مجموعتين، كل مجموعه فيها خمسه، مجموعه فيها اربعه. ربنا معاكم يا كابتن اشرف يعني، وان شاء الله ترجعوا لنا بكاس البطوله سواء رجال وسيدات. كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز التنس الطاوله من الاردن، بشكرك شكرا جزيلا ليك. زي ما حضراتكم شايفين واضح ان البطوله يعني سخنه، يعني البطوله سواء في السيدات او الرجال في منافسه، وقطر رحب محترفين، فريق قطر رحب محترف ايضا، نفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك. الموضوع يعني في يعني منافسه شديده على غير متوقع، انا ما كنتش متوقع كده الصراحه، انا كنت متوقع ان البطوله هتمشي يعني سهله، بس لا البطوله فيها فرق قويه جدا مشاركه.